في برنامج الفليكات بتلاقي هنا الأداة دي بتساعدك إن أنت تختار الحاجة اللي أنت عايز تبدأ تشتغل عليها. طيب أنا دلوقتي اخترت أرك وأبدأ أرسم مثلا مستطيل عشان يساعدني في الشغل بتاعي. تمام، هقول له مثلا عايز دوت 6 متر في 6 متر 5 متر اهوت، هو يبدأ بقى يرسمها لي بالشكل دوت. طيب هبدأ أعمل سيلكت على الريكتانجل دوت وهقول له حوله لي الحوايط بالشكل دوت. طيب ممكن نفس الريكتانجل ده أعمل سيلكت عليه وأقول لي أعمل لي الفلور، فهو كده عمل لي الفلور وعمل لي الحوايط للمبنى. هو عارف إن ده وول وعارف إن ده السلاب بتاعي، وتقدر كل واحد تقدر تعمل سيلكت عليها وتقدر تختار الخصائص بتاعت السلاب والخصائص بتاعت الوول. ممكن تعلم على الوول والاستراكشر وتقول له مثلا عايز اختار موف فتحرك بالشكل دوت، تقول له انا عايز روتيت، عايز تعمل ميرور مثلا زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اعمل لهم ميرور، تختار الحاجة اللي انت عايزها وهكذا. تقدر تديك بعض الخصائص اللي انت تقدر تعدل بيها في المبنى بتاعك.